السلام عليكم، مرحبا بكم في الساعة الأخيرة. الخبصمة الرأي العام البارحة والضغط وهذه الفورة الشعبية تجاه فاجعة إنسانية مثل فاجعة مستشفى ابن الخطيب، وهذا السعي نحو قرارات جريئة وتصريحات منفعلة من السلطات العراقية للتعامل مع مثل هذه الفاجعة وأعداد ضحاياها، يعني كنا نتوقع تصير حولها ضجة، أكو ناس كانت ساكتة تحكي وتتكلم تستثمر هذا الموضوع لدعاية انتخابية حتى تطرح نفسها أحزاب وشخصيات قوية، لكن هذا كله كان هواء في شبك. يعني كل هذا الضغط أنتج تصريح أو بيان من لجنة الصحة النيابية تقول بي أنه السبب الرئيسي للحريق هو المرافقين للمرضى، هيترات دخلت إلى الردهة هي اللي سببت هذه المصيبة والكارثة. ما راحوا سألوا المستشفى ليش هيترات الطبخ تدخل إلى ردهات المرضى، ما راحوا سألوا إدارة المستشفى استشعارات الحرائق ليش ما تشتغل، ما راحوا سألوا عن تفتيش وأمن المستشفى اللي نظم دخول الناس ومبيتهم والراقدين مع المرضى منه. هذا ما حد يسأل، هو أصلا ليش أكو راقدين مع المرضى؟ يعني ليش أكو مرافقين للمرضى عفوا؟ هذول المرضى وحالاتهم كورونا المفروض نايمين بردهات مغلقة، أصلا ما حد يدخل عليهم سوى الأطباء والممرضين. أحد سأل إدارة المستشفى ليش أكو مرافقين لمرضى كورونا حالة وبائية كارثية أكو ناس تدخل وياهم الردهات؟ بس يقولون؟ يقولون أكو هيترات دخلت وأكو مرضى موجودين وذويهم ومرافقيهم ما ملتزمين بالتعليمات. هذا اللي قدر الله قدركم عليه؟ مو احنا قلنا المشكلة هي مشكلة منظومة، هي مو مشكلة أفراد، المنظومة كلها بائسة، المنظومة كلها فاشلة. قيل مدير المستشفى راح يجي شخص مثله، قيل مدير الصحة راح يجي شخص مثله، ليش؟ لأنه المنظومة اللي جابت الفاشل الأول مستعدة أن تجيب مرة أخرى بفاشل آخر. هذه أساس القصة. فإحنا يعني تحدثنا البارحة أن المسؤولية راح يشيلوها الصغار، ما راح يشيلوها الكبار، هذا كانت مثلت على قولتهم، راح يشيلوها للصغار، والصغار مو الموظفين بالمستشفى، الصغار طلعوا هم أهل المرضى، هم الصغار. ومثل ما قال وراح نسمع بالتقرير، أكو هيتر منفلت، أكو مرافقين للمرضى منفلتين مثل ما أكو سلاح منفلت. هذا اللي قدروا له الجماعة. الفاجعة الأخرى، احنا مو كنا أمام فاجعة في مستشفى ابن الخطيب، ناس متفحمة وما نعرف حتى هوياتهم بسبب شدة الاحتراق صايرين فحم. هم مو قالوا يوم يعني ثاني يوم من الحادث، قالوا بعد يومين نعقد جلسة استثنائية. اليوم كانت أكو جلسة استثنائية لمجلس النواب، شنو اللي صار بيها؟ شنو القرارات اللي طلعت تدرون؟ أي قرار ما طلع. انعقدت الجلسة الاستثنائية ورفعت الجلسة الاستثنائية بدون أي مخرجات، بدون أي قرارات. هذه الفاجعة احنا متعلمين عليها حقيقة، يعني ما كنا ننتظر شيء
من مجلس النواب، لأنه هذا فاجعة الفواجع في الحالة العراقية، هذه سلطة الفواجع بالحالة العراقية. يعني قابل تجدون من عندهم قرارات جريئة، استجواب مثلا، التصويت على إقالة، جمع تواقيع للمساءلة، لا، هذه أحلام. يعني قلت لكم البارحة هذه مو جلسة موازنة بها درجات وظيفية، هذه مو جلسة موازنة بها ترويج انتخابي وسنابات وسيلفيات، هذه أرواح ناس ما نقعد لأجلها للجلسات للفجر، وما تعقد لأجلها جلسات استثنائية، لكن لما تعقد جلسة استثنائية فتكون بدون مخرجات. خلينا نشوف تقرير براء سلمان ثم نلتقي بضيوف. كل صوت المواطن لا يلتزم بإجراءات الصحة والسلامة، لا يلتزم حظر التجوال، لا يلتزم إرشادات المستشفى. يعني المواطن العراقي مواطن منفلت ويجب حصره بيد الدولة. بس هي الدولة وين؟ يعني تقرير لجنة الصحة النيابية بخصوص فاجعة ابن الخطيب اللي ذب الصوج على مرافقي المرضى اللي استخدموا هيترات كهربائية بالردهات، يفهم من عنده انه إدارة المستشفى سمحت بدخول الهيترات بغرف بها قناني أكسجين، ويفهم من عنده انه حتى اذا الادارة ما سمحت فالتفتيش بالغرف سمح ببقاء الهيتر اللي دخل، والاقوى هو وجود قناني الاكسجين اصلا بردهات المفروض الاكسجين مالتها مركزي والمنظومة الجديدة ما صار شهر من شدوها، من غير المنظومة الموجودة واللي تشتغل مثل الساعة وكل شي ما بيها مثل ما اكدت المستشفى. لا بل ممكن يفهم من خلال الحادث امر اخطر. على قولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حادث ابن الخطيب هو حادث امن قومي. يعني قضايا الأمن القومي منين ما تخيطها تنفتق. ها إذا أكو أحد يخيط فتوق الأمن اللي يومية تنفتح من صفحة بحيث وصلت مرحلة تقدر تقول ماكو دولة. ما تصدق؟ من تشوف صفحة رئيس الجمهورية برهم صالح على تويتر تلقى آخر ثلاث تغريدات استهداف أربيل، انفجار الحبيبية، فاجعة المستشفى، وثلاثتهن بظرف 10 أيام، وثلاثتهن شكلوا لها لجان تحقيقية وماكو ولا لجنة تحط إيدها على الجرح. ويا مكثر جروح العراقيين، ويا مكثر حرائقهم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وضيف هذه الحلقة مباشرة من بغداد الأستاذ طارق حرب الخبير القانوني. مرحبا بك أستاذ طارق، ضيفا في الساعة الأخيرة، رمضان مبارك عليك، وأيضا نعزيك بفاجعة مستشفى ابن الخطيب. ونسألك كقانوني أستاذ طارق حرب، تحت أي بند بالإمكان أن تدرج الفاجعة المأساوية الكارثة التي شهدها العراقيون في مستشفى ابن الخطيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أستاذي، وشكرا للعاملين معك، وشكرا لفضائيتك، وشكرا للمشاهدين الكرماء الأصقياء. أبارك لكم رمضان، كلكم رمضان مبارك، وأعزي نفسي وأعزي الآخرين بما حصل، على الأقل أن الذي حصل في المنطقة التي ترعرعنا بها شبابا، ألا وهي منطقة جسر دياله. الله يرحم الوصي، هذا الأصل ماله ما تدرون حضراتكم، الأصل ماله مستشفى كان يسموه السل، مستشفى السل التدرن. الوصي رحمة الله على روحه سواه بنهاية العهد الملكي، لذلك أول ما أنشئ في منطقة جسر دياله، يعني أهل جسر دياله ما قاموا يروحون لغد، لا حد يقعد بقهوة ولا حد فلان شيء ولا حد، على بو إجانة التدرن إجانة السن. المسألة يا سيدي يا عزيزي ومشاهديك الكرماء، أنت تعتب عن النواب حضرتك، العجيب أن القوائم الجديدة للترشيحات الكتل السياسية كل النواب يعني أنت تذكر شيء لما تطلع على، يعني تعرف حضرتك إحنا بحكم أنفنا القانون السياسي نشتم ريحة منا ومنك، فتجد القوائم مع المرشحين الجدد اللي قدت المفوضية واللي الآن وصلت الحدود 800 اسم، أكثر من 800 اسم، أغلبهم من النواب الموجودين حاليا على الرغم ما تفضلتي. والأمر الثاني يا سيد الكريم، قبل ذلك إن أذنت لي، يعني تقبل رجاء، يقبل ضمير إنسان ما لم يعدم المسؤول أنه مليارات استلم مجلس محافظة بغداد، مليارات، مركز طبي ما سوى،
مو هذا القتل يا سيد الكريم، هي تجمع أخطاء، مو تقول خطأ واحد، مو سبب واحد، مو علة واحدة، مو مرض واحد. شوف له لحضرتك مركز طبي واحد ما سووا، ويطلع لك فلان ويقول مجالس المحافظات بلا رقابة، جسر واحد ما بنوا. حضرتك بأدرى ببغداد، هل بنوا جسر صغير؟ الجواب كلا. طريق واحد ما عبدوا، او كل ذنيج. لكن مستشفى قال سيجروا ثواب، يعني يا رب اللي سوينا هالقد ما نقول فلان شي، يا سوى فد مستشفى العالم يدخلون بي يعني الثواب ما له واصل، الاجر ما له واصل، الرحمه ما له نهائيا ماكو. لذلك حضرتك تشوف اللي حصل عمليه ترقيعيه، وقسم من الدوله وقسم تبرعوا بالناس انشاوا هذا، وبارك الله فيهم. لكن اهم نعاني احنا اليوم جنابك، نعاني موظف فاسد، هذا السبب اللي يحصل بينا بموظف فاسد. قبلها استاذ طارق بس اريد ارجع الشغله التاريخيه ذكرتها، هذا المستشفى هو نفسه بنى في عهد الوصي عبد الاله الله يرحمه، هو نفسه؟ لا هو جزء منه، تعرف حضرتك المنطقه وحده كان الامير عبد الله الوصي يسموه جسر مستشفى الوصي مع العزل، مستشفى العزل للمصابين بمرض التدرن الذي لا نيه او لا عمل. من ذاك الوقت هي نفسها يعني اللي يشفى. من ذاك الوقت ما بنى شيء جديد؟ لا شو تعرف التطور صار، والمستشفى جديد بنى، لذلك المستشفى السابق طابوق عادي وروح وتعال. المستشفى الحالي جنابك جابوا هذا شو يسموه بانل، من شو اسمه ماكو هذا، او اللزق اللي على الهواء يطير واللي اقل شيء يحترق، هذا السبب اللي كما يقال يعني حرق المرضى فوق مرضى وجاهم. هذا الحرق جثث لا تعلم وفد مصير، سبحان الله كل قلقه. موظف بالباب استاذ طارق اذا اجاك واحد من ذوي هؤلاء الضحايا سواء كان متوفى او مصاب، وقال لك يا استاذ طارق حارب اريد حقي من عندك ونفتح قضيه ونفتح ملف وانت محامي هذا الموضوع، في اي سياق راح تخلي؟ يعني شلون راح تبدي تشتغله امام السلطات مثل هيك قضيه ويا ما راح تتفاهم؟ شكرا لك. يعني الحكومه الواقع بدا رئيس الوزراء بممارسه صلاحيته طبقا لقانون انضباط موظفي الدوله رقم 14 سنه 1991 بسحب اليد، سحب يد الوزير، سحب يد المدير، سحب يد الطبيب ذو العلاقة، صاحب يد المحافظ. وكما هو معلوم السحب صحيح مو عقوبة وإنما تدبير احترازي، لكن هو ينم على عدم ثقة الدولة بالموظف المسحوب يده، يعني ما له حق يوقع كتاب، ما له حق يصرف، ما له حق، ما لا يجوز له ممارسة أي من واجباته وذهابه. فمسألة معنوية كبيرة. عادة السحب يصير المن جنابك للموظف اللي الحكم يتعاقب بالسجن تسحب يده، لأن واقعيا ما يقدر يمارس مهامه. فمباشرة مثل هذا الإجراء قبل الواحد اللي مصى، وشكر لم يكتفى بكما يقال الإجراء الخاص بسحب اليد، إيقاف العمل، إنهاء الممارسة الوظيفية، وإنما شكلت لجان تحقيقية من قبل مجلس الوزراء، ولجان تحقيقية عظيمة كبيرة خاصة وقد تولاها شخصية معروفة بكفاءته ونزاهته واستقامته منذ هذا العرفة، يعني من قدام الثمانينات والسبعينات، ضابط كفو اللي هو السيد وزير الداخلية، كفو ونزيه وعادل من الأخلاق الرجل هذا، يعني سبحان الله. وضمت وزراء، فاللجنة التحقيقية الخاصة بما حصل في مستشفى ابن الخطيب كانت لجنة كما يقال تتناسب ومقدار الضرر حاصل، ولا بد أن ترسينا خلال الكم يوم المعدودات اللي حددها مجلس الوزراء ورئيس الوزراء لها إلى السبب الحقيقي وراء الحاصل.
لم يكتف الأمر ذلك، وإنما مجلس القضاء الأعلى ممثل برئاسة محكمة استئناف بغداد وقاء محكمة التحقيق المختصة باشرة التحقيق، فتحت محضرا تحقيقيا وأرسلت محققين، سواء محققين قضائيين ومحققين من مكافحة الإجرام، بقصد التعاون للوصول إلى الإجراء القانون السليم. كل هالإجراءات جنابك راح يترتب عليها أمور، قد يترتب عليها إقالة، لأن كما هو معلوم للوزير إقالة، للسيد رئيس الوزراء سلطة إقالة الوزير طبقا للمادة 78 من الدستور، يقول رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وله إقالة الوزراء. فبإمكان اللجنة إذا وصلت إلى تقصير من الوزير الصحة سوف تقترح أو توصي أو تعرض الأمر على دولة رئيس الوزراء، فدولة رئيس الوزراء يقرر الإقالة طبقا للسلطة الدستورية المقررة بموجب المادة 78 من الدستور له. وكذلك قد يحالون أشخاص كثيرين على التقاعد، أو قد يحالون على عقوبات انضباطية اللي هي العزل، الفصل، عقوبة قطع الراتب وسواها من العقوبات، وقد يحالون إلى المحاكم. وفي حالة الإحالة المحاكم هنالك سبيلان، طريقان. الطريق الأول قد يعتبر الفعل متعمد قصدا، النية اتجهت إلى أحداثه، وبذلك يحالون لإجراء محاكمتهم وفق المادة 405 و406 من قانون العقوبات، باعتبارهم قد ارتكبوا جريمة قتل عمد وجريمة جرح عمد وجريمة إسلاف أموال الدولة العمدي. شوف لو حضرتك طيب. إلى أين تصل المسألة؟ يعني تصل ممكن عقوبة الإعدام، أو قد ما يتوفر العمد ولا تتوفر النية ولا يتوفر القصد، فيحالون إهمالا اللي هو الخطأ. الإهمال شنو؟ جريمة الخطأ، جريمة عدم مراعاة الأنظمة. لكن زين، لما تسمع أستاذ طارق بأن بيان صادر عن لجنة الصحة النيابية أن التقصير هو من ذوي المرضى، من المرافقين للمرضى، وأكو مرة شعلت شولة داخل الردها وتسبب ما تسبب من 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 حرائق. هذا الهيتر أو هذه الحادثة، هذه الرواية، ألا يعني تحمل الناس هؤلاء المسؤولية وتعفي كل القائمين على المستشفى من المسؤولية ابتداء؟ هاي قد تأثر في العقوبة لكن لا تنفي المسؤولية الجزائية. شوف جنابك، يعني صحيح أنه هذا كما يقال واقع حاصل، لكن حتى على فرض حصوله ووقوع أنها دخلت الهيتر وأنها كانت تبغي كما يقال تهيئ الطعام، اتخاذ شيء معين، ذلك لا ينفي المسؤولية في أن هنالك شيء يسموه السقف وما سوى السقف سريع الاشتراك، في أن هنالك أجهزة كهربائية وأجهزة تنفس لم تكن موضوعة أو منظمة بالدقة التي تفترض بها حتى ولو بالخمسين. أستاذ طارق طفايات الحريق يعني طفايات الحريق فارغة، وأكو بيهن ما يشتغلن، ولا أكو سقوف ثانوية بيها أنابيب حتى تشتغل مرشات تلقائيا مثل بقية المستشفيات. نكرر ونقول يا سيدي الكريم أن كل شيء يلتمس به سوف لن يعفي من المسؤولية، ولن يعفي من الصغير إلى الكبير. يعني قد يتصور البعض أن الكبير في منأى عن ذلك، كبير يعني بالدرجة الوظيفية، وأن المسؤولية ستلقى على الحراس أو سواء، هذا من غير المقبول، لأن حتى لو فرضنا أن الأمر يكون كذلك فإن الكبير سيتعرض إلى مسؤولية سياسية اللي تتعلق مثلا جنابك بالإقالة، تتعلق بالإحالة على التقاعد، بالنسبة للمحافظ، بالنسبة للوزير إقالة. شوف لا قد
يحالون إلى المحكمة، يعني بدل مثلا بدل أن تكون العقوبة 5 سنين تكون سنة، أي أن المسؤولية الجزائية لأن جنابك الخطر والخطأ والإهمال الحاصل جسيم، يعني غير مقبول غير معتادا عليه. طيب الجريمة وقعت، هل بالإمكان؟ نعم إذا كيفت أنها وقعت. نعم. أستاذ طارق، هل بالإمكان هذه الجريمة يعني جريمة احتراق الناس ومستشفى ابن الخطيب هي جريمة بحد ذاتها تتعلق بحياة ناس، سوء إدارة، وضع مستشفى، لكن مثل ما تفضل جنابك هي توضع في سياق الفساد، الفساد المالي، الفساد الإداري اللي ما خلى أكو مرشات مي تلقائية، أكو طفايات، أكو مستشفيات حقيقية مؤهلة. هل بالإمكان هذا الملف كليته نحوله إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد بإدارة الفريق أبو رغيف تدخل ضمن هذا السياق العام لمكافحة الفساد؟ والله يا سيدي ممكن، لكن لا يحبذ ذلك. ليه؟ لأنه يجب أولا يعني حتى لما يكيف الفعل بالنسبة للقضاء يصدر مذكرات توقيف على 406 و 405 القتل العمد وليس القتل الخطأ 411. يعني هذه يعني هذا اللي صار استاذ طارق، اللي صار العمد، اللي صار يدرج تحت بند القتل العمد. اي نعم قد يكون الامر كذلك. لما انا اخلي قنينه الاكسجين قابل لاي واحد يحصل هذا الضرر، انا تعمدت يا عزيزي، مو اهمال، هذا فعل عمدي، النيه مالت اتجهت، لان الفعل عمدي ليس بالمقصود، عندنا فعل عمدي متوقع، هو توقع الفاعل الى النتيجه الاجراميه على فعله فاقدم عليه قابلا المخاطره بحدوثها، يعني انا اتوقع هاي الطق ورا نص ساعه ورا ساعه، او حتى اذا اجى واحد حركها الطق ومع ذلك دخلوها ولا طقت بيني وبين نفسي مثلا، هذا اعتبر انا قاتل عمد وليس قتل خطا، يعني اللي قتل بسبب هذا قتل عمد، لذلك المساله كما يقال دقيقه جدا. لكن قضاة تحقيق الرصافة ما شاء الله، يعني كل واحد منهم نظرة المصلحة العامة أمام عينيه فيحقق، وإلا شنو ذنب بربك، يعني أجيب أبويا وأجيب أخويا أو نفسي، يعني جاي أتعالج من كورونا، أدخل لا حول لي ولا قوة. لو تشوف الفيلم حضرتك مال الرجال من شيتت عليه بنته، ما أدري أخته، ما أدري، هذا يعني حالة فزع، شالته خطية هو باقي بس العظام، يعني فد منظر يألم القلب والعقل والنفس والروحي، يعني بس أنا ليش أقول أستاذ طارق، أنا ليش دا أناقش فكرة بالإمكان أن يرفع هذا الملف من سياق التحقيق الطبيعي ضمن مهام وزارة الداخلية إلى سياق لجنة مكافحة الفساد؟ لأنه هذا الملف بالأساس هو ملف سياسي، هو مو ملف فساد عادي، مو رشوة، ملف سياسي نتائجه ما عندنا مستشفى بها حظ بالعراق، فلماذا يعني نتعامل مع الحدث ولجنة تحقيقية؟ لماذا لا نرتقي بالملف بالأساس إلى لجنة مكافحة فساد ونفتح ملفات وزارة الصحة من أليف الياها؟ نفتح ملفات التعاقدات ليس الصحة فقط، ملفات الخزائن اللي أنفقت، الموازنات اللي لسنوات، العقود التي أبرمت، أنت بس بعد ذاك اليوم قبل يومين، أقل من يومين، اللي الرضوانية أرقى منطقة بالعراق، أرقى منطقة الرضوانية، شايفة جنابك وبما فيها قصر صدام، نطول الاستثماريين المتر بيش ب3000 دينار بدولارين، نصور المتر هسه ب1000 وشوية دولار، يعني يبيعوا ب1000 وشوية دولار، بيش اندعت دولارين فقط، هذا شيء رسمي مو من طارق حرب يحجيها، أنا ما أصرح إذا مو شيء أكون على بينه لأن حرام علي، وما أذكر أسماء دولارين، تصور أن أقل واحد
محصن في ذيك المنطقة بالرضوانية تندرج أنا بالرضوانية الأولى والثانية والثالثة اللي بيها قصر صدام واللي بيها منتجعات المياه اللي عبالك داخل فينيسيا مو عبالك بالرضوانية كما يقال. أقل واحد حصل 500 دونم، الدونم 2500 متر، يعني كل واحد على الأقل 1,250,000 متر. المتر بيش ينباع له؟ 3,000 دينار. شوف لو لحضرتك 3,000 دينار شك يتين مال الجهال ما جبك 3,000. هذا يا سيدي الكريم أنا أقول بس تحويلها يا سيدي الكريم من الإطار الجزاء الحقيقي جزاء الصرف إلى الإطار الجزاء اللي يتعلق بالفساد المالي والإداري. قد أخشى يفوت الفرصة على الاختصاص مما كان سبب في هذا المأساة. شوف له جنابك يعني أنت تقصد أستاذ طارق لا خلي يكمل الموضوع سياق الجزائي ضمن لجنة وزارة الداخلية برئاسة السيد الغانمي، من يخلص خلي نحيل الملف كليته إلى لجنة برغيف. ما بالضبط الجفا لا مجلس الوزراء ومجلس النواب تعال يا بل ليش ما انشأتوا مستشفيات؟ قولوا لنا ليش ما انشأتوا؟ ليش بغداد ما بيها مركز طبي؟ اي الله يقبل لكم 8 ملايين صرنا احنا ببغداد. اي ممكن تقبلها انت تعال شوف بربك قوه والله بالكاد تصل من تراجع مستشفى تقول اراجع اسرائيل ولا اراجع مستشفى. يعني ما للناس هو هاي حق وجنابك يقابله من ذلك أن استشارات طبية راشيتات مال الطبيب بكذا الأدوية ما الناس ما تلتجئ لي معها واللي أغلبها تلتجئ للمستشفيات الحكومية اللي كانت تجد فيها نجدة من الله سبحانه وتعالى. 17 مستشفى اسمع الرقم بما فيها مستشفيات محافظات ما بها غير المستشفى اللي انفتح بوقت زي اللولا سبعينات هاي جنابك محافظات الوسط والجنوب حتى كان قبل هل كان قبل المستوصف المستوصف الصحي سطارق المستوصف الصحي بكل منطقة أكو مستوصف صحي يعالج الحالات الطارئة يتعامل وياها لحد ما ينقل إلى ردهات في مستشفيات عامة. حتى المراكز الصحية مستوصفات عزلوها قتلوا قيمتها ماكو يا سيد انت تدري عيادات شعبيه يسموها بس شعبية. تاخذ مديريه عيادات شعبيه ما شوف انت اكو شيء عياده شعبيه اسمها فقط مديريه موجوده بوزاره الصحه فلوس وما ادري شنو تتعاقد وهذا والامر جنابك هذا يعني هم ما يسالون انه مثل مدينه الصدر الثوره جنابك كان عدد سكانها اقل من 1,000,000 الان عدد سكانها بـ4 ملايين يعني أقل شيء ضعفت 5 يعني الدار صار 5 دور والواحد صار 5 أكثر من 5. شوف له يعني مستشفى الصدر اللي يعرفوه اللي موجود كما يقال يمسوق مرادي المستشفى اللي يقيم بالسبعينات كأحد المستشفيات اللي تبنيت واللي لا زال كما يقال قبلة أنظار جميع الناس لأن يرون بالخدمات الجيدة الالتزام على الرغم من كما يقال أن نفسية البشر غيرت لكن بقى ذاك المستشفى يعني من صار 5 أضعاف عدد السكان أو 6 أضعاف غير إن شئ بعد فات 5 مستشفيات الأصول كذا ومستوى المستشفى المقام مو من المستشفى هذا اللي يحترق الهواء يحرقه المأساة كبيرة يا سيدي الكريم كل من يعمل بكيفه عمارات 15 طابق والله الله منجينا والله لو تصير ماكو زلزال أبو 7 درجات لكل البناء اللي انبنى ورا 9/4/2003 ما يلحق الجواه يطلع جهالة يوقع عليه وشوف شلون يصير أستاذ طارق كل واحد يجي بكيفه جبت بالسياق مجالس المحافظات والمحافظين ويعني حتى الناس تعرف انه هذه ملاحظه مهمه بانه احنا يعني كارثتنا هي مو بس كارثه وزاره الصحه اكو محافظين واكو محافظات استلموا وفلوس حرام علينا الصحه نحمدها نعم جيد يعني اقصد هم اثنيناتهم شركاء لكن انت جاي تحمل مجالس المحافظات والمحافظين المسؤوليه بقدر تحميل مسؤوليه وزاره الصحه نفسها
شركاء بالمسؤولية. أستاذ طارق، فقدنا الاتصال بطارق حرب. جيد إلى أن يجز الأستاذ طارق حرب، أكو نقطة مهمة جدا ذكرها بالسياق. ما جرى يندرج تحت بنود القتل العمد ضمن القانون. فإذا كان يعني هذا الموضوع يقرأ بهذه الطريقة، فأي محاباة هي شراكة في هذه الجريمة والقتل العمد؟ أي تسوية من قبل أي طرف، حكومي، تشريعي، قضائي، فمعناه أنهم شركاء في هذا القتل العمد، مثل ما كانوا شركاء في جرائم سابقة. السكوت، يعني برلمان يعقد جلسة استثنائية لمناقشة قتل عمد شهدته مثل ما قال طارق حرب مستشفى ابن الخطيب، ويطلع من الجلسة بدون قرارات استثنائية. يعني اللي أفهمه جلسة استثنائية يعني قرارات استثنائية، فلما ما تطلع هذه القرارات الاستثنائية احنا كشعب نعتقد ان هذه شراكة بالجريمة، وان هذا جزء من الشراكة في هذا القتل العمد. بالمناسبة الجلسة الاستثنائية هي مو عقدت لأجل مناقشة ما جرى في مستشفى ابن الخطيب، لا، اكو تم التصويت على نائب بديل للنائبة هدى سجاد، بمعنى يعني واضح انه الجلسة ما معقودة لأجل هؤلاء الضحايا. يقول لك احنا عاقدين جلسة، عاقدين، متحقق النصاب وملتمين، واكو بديل نائب عن نائب سابق، خلينا نصوت عليه حتى تمشي الامور. هالشكل تدار ارواح الناس ومصالحهم بهذه الطريقة، بهذا الجرم. واؤكد بأن الساكت عن هذه الجريمة هو متواطئ معها بل شريك. أنا أعتقد لو نذهب إلى التغريدات، نشوف التغريدات اللي رصدناها حول الموضوع، اللي هي عبارة عن أكيد ردود أفعال الناس على هذه الفاجعة وعلى المستشفى. طيب اذا طبعا ضيف على البيت جاهز ممكن يعني نتكلم وياه ونختم لاحقا بالتغريدات، ماكو مشكله. استاذ علي البياتي، عضو المفوضيه المستقله لحقوق الانسان، مرحبا بك ضيفا في الساعه الاخيره. تعليقك كعضو في المفوضيه على بيان لجنه الصحه النيابيه اللي تقول بانه الموضوع موضوع هيتر، وان الراقدين وذويهم في الردهات يتحملون المسؤوليه. استاذ علي. نعم، مساء الخير عليكم، تحيه طيبه لمشاهدي قناه الفلوجه. مرحبا. المفوضيه لديها يعني ادواتها الخاصه والياتها الخاصه، وهي ايضا تعمل بالتحقيق في هذه الجريمه، ومن خلال المؤشرات الموجوده لدينا هناك تقصير واضح في توفير متطلبات الحماية من الحرائق، ومتطلبات السلامة المهنية، وأيضا تقصير في الاستجابة السريعة من قبل الكوادر الموجودة داخل المستشفى، وأيضا استجابة كوادر أو فرق الدفاع المدني لوزارة الداخلية للتعامل مع هذه الكارثة. فقضية الحرائق قد تحدث في كل بلدان العالم، ولكن الفارق أن هناك جهات مدربة ومهيئة، وهناك متطلبات استجابة سريعة لحماية أرواح الناس ولعزل الضرر عن المواطنين، وبالتالي تقليل ضحايا هكذا حوادث. يعني من الملاحظ أن المواطن هو الذي يتحمل حتى مسؤولية إنقاذ أرواح
المعرضين لهكذا كوارث وانتشال الجثث، فقد وصلت الأمور إلى نداءات في الجوامع تطالب المواطنين بالتوجه، وكأننا في منطقة خارج إطار. ذكرتني أستاذ علي البياتي، يعني كارثة والأهالي تتراكض والجوامع، قرأت بأن عربة الإطفاء، سيارة الإطفاء اللي جت للموقع سيارة واحدة بس تتعامل مع حريق داخل المستشفى. يعني هي ليست بالمرة الأولى، لعل قضية الإسعاف كان واضح في قضية التظاهرات التي كانت من المعروف أن ساحات عنف وساحات فيها ضحايا وإصابات. دائما كنا نناشد و يعني نرى أن سيارات الإسعاف قليلة غير موجودة، المواطن كان ينقل بسيارات التوك توك، نفسه المواطن العراقي ونفسه حاليا المواطن في مستشفى ابن الخطيب. لذلك أخي العزيز هي المشكلة عميقة صراحة، مؤسساتنا لم ترى النور، لم ترى أي تطور حقيقي تجاه خدمة المواطن، تجاه تقديم الخدمة الصحية التي لا تختلف بكل تأكيد عن الخدمة التربوية أو التعليمية أو خدمة الكهرباء أو الماء. كل هذه الأمور هي فيها تلك وفيها للأسف الشديد اعتماد المواطن على نفسه وعلى ما يوفره أحيانا القطاع الخاص الذي هو أيضا فيه استغلال وفيه قلة للجودة والنوعية. طيب الآن وفق هذه المقدمات، يعني في بعض الأحيان أعتقد بأنه جلسة البرلمان الاستثنائية لمناقشة الموضوع دون قرارات، بيان لجنة الصحة النيابية، هل هي محاولة من وجهة نظرك أن يعني تضع أو تلقي المسؤولية على الموظفين الصغار أستاذ علي؟ يعني نحن ابتداء أولا كنا نأمل كدولة أن تكون هناك لجنة جامعة لكل هذه اللجان، أن تعمل كل هذه اللجان سوية، وأن تكون هناك نوع من الشفافية، وأن يكون هناك تقرير نهائي هو الذي يقرر من المقصر، من الجاني، ومن يجب أن يعاقب. أعتقد يعني تعدد هذه اللجان كمفوضيات هسه على كل حال، يعني كل جهة تحاول أن تقدم شيء، ولكن وجود أكثر من لجنة في نفس الدولة وفي نفس القضية أعتقد هو نوع من حالة الإرباك. كلجنة يعني تشكلت، نعمل أيضا كلجنة حكومية باعتبارها لجنة يعني فيها الجهات التنفيذية التي كان التقصير من لدنها. يعني أعتقد وزارتي الصحة والداخلية هما بالدرج الأساس يعني تقع على عاتقهم المسؤولية، مسؤولية توفير متطلبات ذكرناها قبل قليل، وأيضا مسؤولية الاستجابة السريعة لتقليل الضرر. بالتالي يعني نعمل أن تكون هذه نتيجة هذه اللجان شفافة، مع أنها نفس الجهات التي وقع منها الضرر مشاركة. يعني في كل الأحوال أعتقد هناك من يعني الشك في شفافية هذه اللجان بدون وجود جهات رقابية غير حكومية مستقلة. ولكن أيضا يعني إذا عدنا للتاريخ قليلا مع تمنياتنا تبقى هي أمنيات، يعني اللجنة هذه بس أستاذ علي عفوا قبل ما أروح للتاريخ شوية أريد أظل بالحاضر، عندكم تشكيك يعني مبكر على أن اللجان لن تكون في نتائجها متوازية مع الفاجعة اللي صارت؟ يعني هو ليس تشكيك بقدر ما أنه أتحدث عن معطيات. أنا لدي من خلال مؤشراتي انتهاكات، لو تكلمنا كانتهاكات حقوق الإنسان في حقوق منصوصة في الدستور وفي الاتفاقيات، الجهات المسؤولة عن هذا الانتهاك هي ذاتها الجهات الحكومية، وبالتالي جسد الحكومة هو المسؤول عن هذه الأخطاء والانتهاكات. يعني تكليف نفس الحكومة أو على الأقل تقدير الجهات المساهمة في هذا الخطأ وهذا الانتهاك بإجراء تحقيق بعيدا عن الجهات الأخرى، أعتقد هنا الخطأ. يعني كان من المفترض على أقل تقدير هذه اللجنة تكون فيها
جهات قضائية أو على أقل تقدير تكون فيها مفوضية حقوق الإنسان. لو أردنا أن نحافظ على شفافية هذا التحقيق وأن يكون هذا التحقيق يعني فيه نوع من المهنية الكاملة، وبالتالي كسب ثقة المواطن في حال صدور نتائج التحقيق. أنا قلت أعود إلى التاريخ، ليس للتاريخ البعيد وإنما للتاريخ القريب. أيضا في نفس القضية، في قضية الحرائق التي حدثت في مؤسسات صحية، أيضا تشكلت لجان، أيضا كانت هناك توصيات، وأيضا كانت المشكلة ذاتها يعني عدم وجود استعدادات وعدم وجود استجابة حقيقية، وبالتالي أضرار أصابت المواطنين. نفس التوصيات التي صدرت أقر يعني ديوان الرقابة المالية بعدم تنفيذها بعد سنة، هذا أولا. ثانيا، هذا الحريق هو دليل أن نفس التوصيات في سنة 2016 لم ينفذ إلى هذا اليوم، وبالتالي هناك يعني شك عام حول هذه اللجان وفقدان ثقة سواء من لدى المواطن أو حتى من لدنا من خلال هذه المؤشرات. إذا سألتني هل هناك إمكانية بالتغيير، نعم هناك إمكانية، ولكن بشرط أن تكون هناك إرادة حقيقية من القائمين على الموضوع. ما تخافون أستاذ علي من التسويف؟ هو ما يصير تسويف، لكن قد تخرج هناك نتائج غير مرضية أو لا تنسجم مع مستوى الفاجعة، شنو موقفكم؟ يعني من خلال ما تتوفر لدينا من مؤشرات تعتقد الموضوع لا يحتاج إلى هذه الفترة الزمنية 5 أيام. السيد رئيس الوزراء ابتداء وعد أو طالب أن يكون نتيجة التحقيق إلى 24 ساعة، ثم شكل لجنة ومدد هذا التوقيت إلى 5 أيام. في كل الأحوال يعني مضى يومين أعتقد أو يوم واحد من تشكيل اللجنة، لدينا 4 أيام من ننتظر. أعتقد يعني التعامل مع، هناك قضية مهمة جدا، التعامل مع هذا الموضوع كجزئية مستشفى ابن الخطيب، كحادثة ابن الخطيب، هو الخطأ. يجب أن نتعامل مع الموضوع بشكل عام. يعني أيضا أعود إلى ديوان الرقابة المالية، تقرير ديوان الرقابة المالية في سنة 2017 الذي كان مبني على مراقبة 58 مستشفى في عموم العراق. هذا التقرير هو مستند قانوني ومهني ومن جسد الدولة، يؤكد أن هناك تقصير عميق في عموم مستشفيات العراق، أي أن هذه الكارثة والحادثة كما حدثت في 2016 حدثت اليوم وهي قابلة أن تحدث مرة ثانية. لذلك معالجة ومحاسبة مجمل الموضوع والجهات التي لا تستجيب لنفس توصيات الحكومة، لنفس توصيات الدولة، هي بكل تأكيد جهات نستطيع أن نقول هي مقصرة، هي مهملة، وبالتالي يجب أن تحاسب مهما كان موقعها يعني صغير أو كبير. زين، أنتم برأيكم أستاذ علي، يعني الآن طرأت فكرة في بالي، لماذا لم تكونوا وفق المعطيات اللي عندكم والرصد اللي صار على الموضوع؟ لأنه أنا أفهم يعني عندكم مراقبين، عندكم مجسات، وعندكم أدوات لأن تكونوا مطلعين إلى حد كبير على مجريات الأحداث، لكن إيش عجب ما تكونون جزء من التكنيك التحقيقي حتى تكونون حاضرين بما لديكم من معلومات؟ يعني أولا دكتور زيد، المفوضية كمفوضية حقوق الإنسان وكمؤسسات حقوق الإنسان، يعني دعني أكون صريح معك، لحد هذا اليوم يكاد يكون جسد غريب داخل الدولة العراقية. يعني كيف الجسد أحيانا لا يستقبل الدواء ويكون هناك نوع من التحسس حتى أوصل الفكرة. هذه المفوضية لا تزال يعني تستقبل كجسد غريب، هذه مشكلة كبيرة. على الرغم يعني دوركم رقابي، يعني نعم، يعني دورنا هذا اللي أفهمه من أداء المفوضية. نعم، مفوضية مستقلة بمعنى أنكم خارج سلطة الأحزاب، بعيد عن سلطة المؤسسات التقليدية، لتلعبوا دور الرقيب، فهذا اللي يخليني أدفع نحو أنه ليش مالكم وجود على مود نستفاد من الوقت. هي الإشكالية، أنطيك مثال، يعني قبل فترة كان لدينا لقاء مع أحد الوزراء في هذه الحكومة، يعني سألنا سؤال، قال أنتم تأخذون أموالكم أو رواتبكم من الحكومة؟
جاوبنا نعم، يعني جاوبنا طيب ليش تنتقدون الحكومة إذا كانت رواتبكم من الدولة؟ يعني هذا مفهوم خطير عندما يكون مسؤول في الدولة العراقية بهذا الحجم ويتعامل مع المفوضية أو يصارح المفوضية بهذا الشكل. طيب بالخفاء كيف يكون؟ كيف سيأمر الجهات المعنية أو اللي هي تحت سلطة أن يتعامل مع المفوضية؟ فإذا المفوضية هي ابتداء غير مرحبة لأن تنتقد دائما، لأن تحاول أن تحاسب دائما، هذا أولا. ثانيا من خلال يعني تواصلنا، ضغطنا، علاقاتنا، أحيانا بصراحة نستجد المعلومة، أحيانا نستخدم الإعلام اللي هو من أقوى أدواتنا، نضغط على الجهات، نحاول أن نكون قريبين من الواقع، قريبين من المواطن، قريبين من المنظمات والجهات الرقابية الأخرى. كنتيجة لدينا معلومات، أكيد لدينا وصول إلى الحقيقة باعتبار البلد ديمقراطي وهناك نوع من الانفتاح، وأحيانا مثل ما ذكرت نفس الإعلام يلعب دور يعني في مساعدتنا. الآليات المتاحة بعد التحقيق وبعد الوصول إلى الانتهاك، إما نفاتح الجهات وهي دائما تكون غير مجدية صراحة، الجهات المعنية، أو نحيل الدعوة أو القضية يعني كدعوة. ترى جاي أفهم من كلامك أستاذ علي، يعني خلي شوي نكون صريحين، صريحين عفوا، يعني مدى يعترفون بكم مؤسسة في الـ في الـ في الـ في جسد الدولة ضمن يعني هيكلية الدولة؟ هسه ما أقدر أقول ما يعترفون، لأنه هو إحنا ماكو داعي، ماكو حاجة أن يعترفون. ما يعترفون، هي مؤسسة موجودة بقانون ولديها كادر. لا، ما يعترف بأدائك يعني. يعني أنت من تروح مثلا تتعامل وياه، تلتقي بيه، تجتمع بيه؟ نقول ما مقتنع. لا، هو ما مقتنع يعني، هي قناعة. شوف، مفوضيات حقوق الإنسان بالأساس هي باعتبار دورها تراقب الحكومة، ولكن دائما الحكومات التي تهتم بالمواطن تتعاون مع المفوضيات لإرسال رسائل أن عملي فيه شفافية، أن تحقيقي وتفاصيل عملي مفتوح، يعني مفتوح للإعلام، مفتوح للمفوضيات، لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. يعني لا نحتاج إلى أن نفرض نفسنا بالقوة. يعني مثلا زيارة السجون، يعني ليش أمنع وأنا لدي قانون بزيارة السجون بشكل مباشر؟ عندما أمنع معناته هناك انتهاك، يعني ماكو داعي أنا أحقق زايد. عندما أمنع من أداء واجبي معناته أكو انتهاك في هذا المحفل، في هذا الموقع. وهذه الرسالة لا يفهمها للأسف الشديد الموجودين في الحكومة، مع احترامنا لمن يتعاون مع المفوضية ويبدي استعداده باعتبار ليس الكل سواسية، ولكن على العامة الأغلب لا، هناك عدم قناعة وهناك رغبة بالتستر على الأمور باعتبار أن المؤسسات الحكومية بالذات فيها مشاكل عميقة بصراحة. يعني تحقيق الإنجاز في هذه المؤسسات ليس بالأمر السهل، ولكون تحقيق الإنجاز أحيانا يتضارب مع المصالح قد تكون شخصية سياسية. هل هذا يمنعكم أستاذ علي، هل هذا يمنعكم من الاعتراض على نتائج تحقيق قد تعلن في أي لحظة؟ يعني نحن ننتظر نتائج التحقيق، ولدينا معطياتنا ومؤشراتنا إن كانت يعني تتماشى و ضمن نفس المعطيات الموجودة بكل تأكيد يعني سنرحب بها ونؤيد كل تفاصيلها، وإن كانت لا بكل تأكيد لكل حادث حديث لدينا آلياتنا الخاصة، وهو طرق أبواب القضاء كآخر وسيلة المفوضية، وتقارير ترسل إلى الجهات الدولية بكل تأكيد. شكرا لك أستاذ علي البياتي، حقيقة يعني ما تفضلت به في الختام قضية إرسالها إلى الجهات الدولية، احنا انتبهنا بالامس بانه يعني اغلب المحطات والاعلام الاقليمي والدولي كان ايضا متفاعل مع قضية هذه الفاجعة، وبالتالي هذا باب ربما للمزيد من التفاعل الاقليمي والدولي مع مثل هكذا فواجع، فتعتبر بمجملها ضواغط على السلطات لكشف حقيقة ما جرى. هذا ما ينبغي التأكيد عليه. شكرا جزيلا لك أستاذ علي البياتي، عضو المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان. في التغريدات رصدنا تغريدة حامد المالك العراقي، متعلم من ينام بالمستشفى يجيب ويا بطانية وترمز مي وقوري شاي وصندوق عصير وتلفزيون صغير وبنكة، كلنا مسويها مو تمام. المرة الجاية ضيف يا العراقي، إذا رايح المستشفى طفاية حريق متوسطة الحجم.
كل شيء يصير عزيزي العراقي. غم هذا العمر ما ينقضي. تعال عل يجوز يعني في 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 خضم حالة انفجارية مثل ما صار مع مستشفى ابن نفيس، حتى جرة الطفاية ما تلحق عليها. يعني ما تقدر في حال أن تحولت هاي القناني قناني الأكسجين إلى عبوات ناسفة في داخل المستشفى، ما تلحق حتى جرة الطفاية، ما تقدر. فالأساس هناك نظام يا جماعة. في 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 دول العالم، مو المتطور، اللي حوالين العراق، من تجي سيارة الإسعاف تأخذ مريض الكورونا بسبب تدهور حالته الصحية، ما تأخذه ويا أحد، يروح بعد ما يرجع إلا وهو بخير وسلام عدل. إن الجماعة من يروحون سفرة. هذا لا يعني بأن المواطن لا يتحمل المسؤولية، نعم يتحمل المسؤولية، لكن المفروض أكو ستاف صحي وطبي وأمني يطبق القوانين، يمنع دخول الناس والترامز والبريمزات إلى الردهات. هذا الموضوع. لكن هذا يؤشر ما معنى أو يفسر ما معنى أن النظام الصحي كله منهار، أنه منهار من طفاية الحريق، من مرشات الماي، إلى أبو الأمن اللي واقف بالباب اللي خاف يقول يا بتفضل أنت وين رايح، ممنوع الزيارات. هذا ما موجود، وهذا سر الفشل. فلاح المشعل أستاذ فلاح، كارثة مستشفى الخطيب، ترجمة واقعية لتعريف العراق الآن. مراكز الصحة والاستشفاء تهدي الموتى للراقدين، بمعنى دوائر الدولة تقدم نتائج متناقضة مع وظائفها، والقياس يصح على جميع الدوائر تقريبا. الأزمة بنيوية وتكمن بنظام سياسي فاسد فاشل، لا بد من تغييره جذريا للحفاظ على ما تبقى من العراق. يعني معنى كلام الأستاذ فلاح أن أي مؤسسة، أي دائرة من دوائر الدولة العراقية هي عبارة عن بؤس. المواطن من الصر عنده مراجعة في دائرة من دوائر الدولة، أنت ماخذ الجهنم. الكل بدون استثناء، تأخير، بيروقراطية، رشوة، موظف بليد، موظف فاسد مرتشي، معاملات تضيع طبيعي جدا، توقيع ممكن يتأخر أسابيع، مافيات بالكامل مسيطرة على مؤسسات الدولة، عوائل مسيطرة على غرف في داخل الدولة. هذا واقع الدولة العراقية. حتى شكل البناية، مراجعتها، الدرج والمصعد عاطل وتهوية ماكو، الكهرباء 18 سنة بالمليارات اللي انصرفت وين راحت؟ في جيوب وأرصدة الفاسدين ورعاتهم الرسميين. الدكتور علي الجابري، لو أخذنا العبرة من حادثة احتراق مستشفى اليرموك الذي أودى بحياة 13 طفل رضيع عام 2016، لما تكررت حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب اليوم؟ لكننا شعب بلا ذاكرة، نبكي قتلانا اليوم ننساهم غدا بعد أن تحل بنا فجيعة أخرى. والله صحيح، الشعب العراقي أو معظم الشعوب ذاكرتهم سمكية، تصير القصة منا ينساها منا. يعني هو حتى من ينساها مو ينساها من باب الغفران وطي صفحة الماضي، لا، هو ينساها لأنه قصة ما تستحق واحد يرجع لها ويقف عندها. لا، مثل هذه القضايا، بما أنه عبرناها في 2016 بحريق الخدج باليرموك، وعبرنا ابن الخطيب، ننتظر النتائج، الله أعلم شو كنت تطلع، معناها نحن مقبلون على فواجع أخرى أمام شعب بذاكرة سمكية أو راضي
باللي جاي يصير بحقه. نلتقي غدا، السلام عليكم.